مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب، بوابتك الإلكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية. في الحلقة دي هنتكلم على التوب ووتر لورز اللي ليهم سبحة، مش الحاجات اللي أنا بعمل فيها مجهود زي البوبر وزي البنسل اللي محتاج مني شوية تكنيك، ولكن الحاجات اللي أنا هرميها وأسحبها فقط لغير بعمل ريل بس كده، وهو اللور بيعمل السبحة بتاعته والحركة بتاعته بشكل أوتوماتيك وبشكل مصمم هو من الشركة إن هو يعمله. الأول كلمة سريعة عن الفرق بين الدايفنج والسينكينج لورز. احنا اتفقنا ان عمود الماء هنقسمه الى ثلاث أقسام، وفي بعض الأنواع بتفضل في القسم الأعلى من العمود المائي اللي هو من أول السطح بالضبط، يعني ما ينزلش ملي واحد إلى متر مثلا أو متر ونص كماكسيمم، وفي أنواع بتنزل أكتر من كده. الأنواع اللي بتنزل لتحت نقدر نقسمهم إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول هو الدايفنج لور، وكلمة دايفنج معناها إنه هو اللي بيغوص، اللور ذات نفسه أو الميرور ذات نفسه هو اللي بيغوص باستخدام الليب بتاعته. فبيبقى قدامنا هنا أنواع زي اللي احنا شايفينها، الليب بتاعت اللور تقريبا قد حجمه، تمام؟ هنتكلم أكتر في المستقبل عن الكرانك بيتس، ولكن فقط للتوضيح إن دول دايفنج لورز. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا مش هقدر أتحكم في العمق اللي اللور ده بينزل له بنفسي، لازم اللور يكون متحدد له عمق معين بناء على حجم اللب، وهينزل لحد عنده. فمثلا ده بينزل لحد 5 متر هينزل لحد 5 متر، ده بينزل لحد 6 متر هينزل لحد 6 متر، بغض النظر عن أنا بعمل إيه بإيدي من بره. في الدايفنج لورز في طريقتين اتنين بيتحرك بيهم اللور ده في العمود المائي. النوع الاول ان هو بينزل للعمق المطلوب بتاعه وبيثبت عليه، لو انا سبته هيقف على المكان ده كدايفنج لور، مش هينزل لتحت اكتر، هيتصرف في الوضع ده كأنه سسبندد، وطول ما انا بتحرك معاه اما هيثبت او هينزل ببطء شديد جدا للاعماق كمان. وكل ما بحرك دي كل ما بيديني اكشن، لكن ما بيطلعش او ما بيقلش العمق بتاعه، اما هيثبت على العمق اللي الشركة محددة او هينزل كمان عن العمق ده لو انا حركتي بطيئة او حركتي سريعة. ففي كل الاحوال هبقى بشتغل بيه من اول مثلا 6 متر ونازل، لكن مش اقل من كده. انواع تانية من الدايفنج لورز بالذات معظم الكرانك بيتس بيبقى طريقة عملها مختلفة شوية، بتبقى طريقة عمل الكرانك بيت لان الكرانك مطلوب منه ان هو يمشي في مناطق فيها صخور كتير، ومطلوب منه ان هو يمشي في مناطق فيها ستراكشر تحت المية، فممكن يكون في شجرة، ممكن يكون في حاجة، ممكن يكون في اشياء ممكن تؤدي ان اللور يشبك مني، وبالتالي سبحته بتكون مختلفة. فلو اللور العادي ده هيسبح على عمق 6 متر انا رميت خلاص وبعدين قفلت البل بتاع الماكينة وده بدأ ينزل لوحده وانا بدأت احرك، فبيتحرك غالبا بالطريقة دي بشكل مستوي اكتر منه مقلوب كده، فبيبقى بيتحرك بالشكل ده، يعني هو بيبقى مستوي وهو ماشي. لو في ميل بيبقى ميل بسيط عشان الليب دي تدي اكشن، لكن مش ميل زيادة عن اللزوم. الكرانك لانه مصمم في الاساس للمياه العذبة، ولكن طبعا استخداماته في المياه المالحة كبيرة جدا، وبالذات للاسماك الصعب انك تستهدفها اللي بتكون عايشة داخل الصخور، وبالتالي هنتكلم عنه في المستقبل. لكن الفكرة في حركته ان هو بيتحرك بميل كبير جدا، عشان لو في ستراكشر الليب هي اللي بتخبط في الصخور او كذا، وبالتالي بيقلل عملية الاسناج او ان هو يشير مني تحت. واول ما بوقف عملية الريلينج بيبدأ الكرانك يعلى لفوق في سطح المية، يرجع تاني يطلع فوق. فلو هو عمقه 5 متر انا رميت سبته هيفضل واقف فوق، اول ما ابدأ اعمل ريل وقرب اللور عليا الحركة بتاعته دي بتخليه يغوص لحد 5 متر وبعد كده يثبت على العمق ده. لو قابل حاجة من الاستراكشر في الطريق بيخبط فيهم انا بحس بيها في ايدي، فبوقف عملية الريلينج، فهو يبدأ يعلى تاني عشان يعدي من فوق الاستراكشرز دي ويفضل ماشي بالطريقة الصحيحة بتاعته من غير ما يسناج مني تحت. الانواع اللي انا ممكن استخدمها كتوب ووتر لورز ممكن تبقى هي اصلا مصممة انها ما تنزلش عن عمق معين. فمثلا عندي الانواع دي باختلاف الوزن والحجم زي ما هو واضح، هينزل مسافة 20 سنتي او 25 سنتي، ربع متر، 30 سنتي، مش اكتر من كده. فهينزل مسافة تقريبا قد الورقة اللي احنا بنستخدمها هنا للتوضيح، هينزل مسافة قد دي كده من على سطح الماء فقط لغير، ويثبت على هذا العمق. ولو انا وقفت عملية الريلينج بتاعتي هيبدأ هو يعلى لفوق، وبالتالي انا لو عايزه يمشي اقرب للسطح
هعمل ريلينج ببطء شديد، لو عايزه ينزل لتحت ويطلع لفوق هغير السرعة، ريل بسرعة فينزل لآخر العمق بتاعه اللي هو 30 سنتي مثلا، وبعدين أحرك ببطء أو أعمل بوز فيبدأ يطلع لفوق مرة تانية ويمشي معايا. فده النوع الأول أو النوع اللي الشركة مصممة إن هو يمشي في أول جزء من العمود المائي. النوع الثاني حاجات سينكينج زي ما اتفقنا، يعني مش دايفينج، يعني أنا برميه هو بينزل لتحت وبيفضل ينزل لتحت لحد ما هيوصل للأرض وينام على جنبه كده خلاص، فهيثبت على الأرض مكانه تماما بدون أي حركة لو أنا سبته يوصل لحد تحت. وبالتالي النوع ده سينكينج، ولكن لما ببدأ أعمل ريل بيتحرك على نفس الارتفاع، الليب بتاعته شايفين صغيرة مقارنة بالحاجات الدايفينج، شايفين الفرق؟ وبالتالي لو انا رميت الاثنين دول نزلوا على سطح المية بقوا الاثنين على نفس المستوى وبعمل ريل لده وده بنفس السرعة، ده هيفضل في اول جزء من المية، مش هينزل لتحت كتير، هينزل شوية صغيرين ويفضل على نفس المساحة دي. لو وقفت عملية الريل ده هينزل لتحت بسرعة اكبر بكتير من ده، لان ده دايفينج فهينزل لحد 6 متر بتوعه زي ما اتفقنا، مش هيفضل ماشي على سطح المية بسبب حجم الليب. وبالتالي في فرق بين الدايفينج والسينكينج. الدايفينج ما اقدرش امشيه توب ووتر، السينكينج اقدر اتحكم في الموضوع ده على حسب انا هستنى عليه وقت قد ايه من اول ما يلمس سطح الميه. لو لمس سطح الميه بدات اعمل ريتريف على طول هيفضل في اول نص متر من الميه، لو استنيت هينزل اكتر، لو استنيت هينزل اكتر. وغالبا النوع ده من اللورز اللي هو السينكينج لورز بتستخدمه، ان انت بترميه تستنى عليه شويه ينزل وبعدين تسحبه يطلع لفوق معاك بطريقه الريل وهو بيدي اكشن عن طريق الليب بتاعته، وبعد كده تستنى شويه وينزل مره تانية تعمل بوز تسيبه ينزل لتحت وبعد كده ترفعه. فبتبقى الحركه بتاعته ان هو بينزل يلمس سطح الماء يبدا ينزل لتحت، وبعدين انت تعمل له ريل يبدا يطلع معاك لفوق، وبعدين تستنى ينزل لتحت، وبعدين تعمل له ريل يطلع لفوق. النوع الاخر من السينكينج لورز هو نوع ليبلس، ما فيهوش ليب تماما زي ما انتم شايفين، وده الحركة بتاعته تبقى سموذ شوية، ده بيبقى حركته إيرادك، بيتحرك بعنف شوية، وهو بيتحرك لو بتعمل ريلينج بسرعة بيبقى فيه شوية إيه حركة عنيفة شوية، ده بيتحرك بطريقة سموذ أكتر لأن الديزاين بتاعه هو اللي بيديله الحركة مش الليب، وبالتالي مفيش مقاومة كبيرة. ده برضو سينكينج، وبالتالي أنا لو رميت وسبته على سطح المية هينزل لتحت لحد الأعماق، وفي نفس الوقت لو رميته على وش المية وسحبت على طول هيبدأ يتحرك معايا على سطح الماء، وكل ما عاوزه ينزل او احتاج ان هو ينزل شويه في العمق كل ما هستنى عليه وينزل اكتر. ده نوع تاني اقرب للكرانك في الحركه بتاعته، اقرب للكرانك بيت اللي اتكلمنا عنه، ولكن الفرق بينهم ان الكرانك دايفنج وده سينكينج خلاص. وبالتالي الدايفنج كرانك انا هرميه هينزل على وش المايه هيثبت مكانه وهيبدا يدايف يغوص بناء على الريلينج اكشن بتاعي، انما ده لا، ده انا هرميه على وش المايه هيبدا يغوص لوحده، وانا بحركه وانا بعد كده بعمل ريتريف هيبدا يعمل نفس الميل بالظبط بتاع الكرانك، وهيتحرك بطريقه فيها برضو يمين ويسار لان مكان التثبيت هنا مختلف، فوق يعتبر مماثل تقريبا للمكان بتاع التثبيت ده، وبالتالي الحركه هتبقى فيها شبه من بعضهم وهما الاثنين بيتحركوا تحت الميه، ولكن الفرق ان الكرانك مصمم ان هو يعدي من فوق الاستراكشر، فلو حسيت ان هو بيخبط وقفت هيعلى لفوق، انما ده مش هيعلى لفوق وممكن يشير مني تحت. طبعا تصميم الهوكس بتاعه زي ما انتم شايفين مصمم ان هو يستهدف اكتر الاسماك اللي ممكن تهاجم من الامام اللي هتدخل على الراس على طول. في بعض انواع الاسماك بتستهدف الديل الاول زي الباراكودا والكنعد عشان بيضرب السمكه او الطعم اللي بياكله على مرتين، بيضرب الاول الجزء اللي ورا فيعطل الموتور اللي بيحرك السمكه، يعطل الانجن بتاعها، قوه الحركه بتاعتها اللي موجوده في الديل تقف، وبعد كده يستمتع باكل الباقي، لانه كمان سمك مطارد والغريزه بتاعته هو الهجوم والمطارده في الاساس، فدايما بيجي للسمكه من ورا. انواع اخرى من الاسماك بتستهدف المنطقه الاماميه من الطعم اللي هي بتاكله، وبالتالي غالبا هتيجي تضرب من قدام، ولما تضرب من قدام زي ما احنا شايفين في فرق في الاسيست هنا او التريبل هوك اللي راكب عليه، في هنا مساحه اكبر عشان ياخد جزء اكبر من فم السمكه لما تيجي تضرب عليه. اللور ده كمان انا ممكن استخدمه
كتوب ووتر، انا هرميه اول ما يلمس الميه هبدا اعمل ريلينج على طول. طول ما انا مخلي الخيط بتاعي مشدود وبعمل ريلينج بشكل مستمر هيديني الاكشن بتاعه لكن مش هيغطس قوي لتحت. وبرده زي ما اتفقنا ممكن اعمل معاه زي ما بعمل مع السينكينج بنفس الطريقه، استناه ينزل بعدين اسحب لفوق بعدين استناه ينزل بعدين اسحب لفوق، وهيفضل هو ماشي على نفس الارتفاع. وبالتالي مش بس اللورز اللي الشركه مصمماهم ان هم يمشوا على التوب ووتر اللي اعرف استخدمهم في اول نص متر من الميه، لكن السينكينج لورز كمان اعرف اعمل فيهم نفس الموضوع بنفس التكنيك على حسب انا عايز اللور يمشي في اي مكان. وبالتالي لو انا على البحر او في الطراد ومعيش غير سينكينج لور، مش معايا حاجه توب ووتر، مش محتاج لو لقيت فيه فيدنج سبري او لقيت فيه سمك بياكل على السطح اكتر، مش محتاج انا استخدم حاجه بوتر فقط لا غير، او حاجه تبقى فلوتنج او انها بتطفو على وش الميه. انا ممكن استخدم السينكينج لور بتاعي اللي انا لو سبته هينزل لتحت، لكن انا اول ما هيلمس الميه هبدا اعمل ريلينج على طول، فهيبقى موجود في اول نص متر من العمود المائي. وبالتالي مكان اللور في الميه ما بيعتمدش على اللب ابدا، بيعتمد على تصميم الشركه مستهدفه بيه ايه بالظبط، الشركه عايزه ايه بالتصميم ده بالديزاين ده، ومستهدف عليا انا كصياد ماهر ازاي اقدر اسخر المعدات بتاعتي لاستهداف انواع الاسماك النشطه في المكان اللي انا بصطاد فيه.